في ذكرى رحيل شرير السينما المصرية الفنان توفيق الدين. اللهم اجعل كلامنا خفيف عليهم. حكايات وأسرار يرويها ابن الفنان الراحل لأول مرة. كان ليه كده لزمات كده، هي معلمة جدا جدا مع الناس. الناس كلها بقت فتوهات، امال مين اللي هينضرب؟ دائما يعني يقول لي انا ما سبتلكش شيء تخجل منه. ما هي الوظيفة التي كان يحلم بها بدلا من التمثيل؟ لما كنتش طلعت ممثل كنت لهم كنت عايز ابقى امام جامع. احكي لي عن الفترة الاخيرة بقى. ما كانش يحب التعاطف ابدا مع مرضه. الكلمات الأخيرة للفنان الراحل لأولاده وسر وصيته لهم. لما أموت ادفنوني بسرعة وكل واحد يروح يشوف شغله. حكايات وأسرار تعرض لأول مرة. شارع النهار مع حسام المراغي اليوم 5 مساء على النهار.